أولاً أنا بعتذر منكم باسمي واسم أمي مشان القصة اللي عملتها. أنا بعتذر، بعرف إنه اعتذاري ما بيكفي، ولهيك اللي رح يصير أمي رح تعتذر منكم على الغلطة اللي ساوتها. مو مزبوط أمي رح تعتذري. يلا أختي شو عم تستني؟ مين أنا؟ إيه أنتي. أنا آسفة. شو قالي؟ ما سمعت. أنتوا سمعتوا؟ طيب أنا غلطت بحقكم، ما وما تأخذوني، يعني ما في إنسان ما بيغلط، أحياناً بيعمل شغلات مو حلوة وبتصير بكل مكان. إيه بدك ما نواخذك؟ جيتي وسكرتي باب رزقي وعملتي علي مؤامرة وبدك يعني ما واخذك؟ لا ما بقبل، هي كتير كبيرة كتير كبيرة. لا بدي أحكي. أدي شوي إذا بتريدي أدي. شبك شو صار؟ على فكرة أمي معها حق يا سيد زمرد، يعني اللي صار ما بيخلص باعتذار وخلصنا صح؟ أنا بضم صوتي لصوت أخييكو. أصلاً مين قالكم خلص الاعتذار؟ خلوني كمل. ماما رح تعوضكم عن اللي صار ورح تشتغل هون معك يا خالتي محاسن ومن دون أجرة، هيك بتكون اعتذري. ليش الضحك؟ الفكرة بس حلوة عجبتني. لما قلت عندك فكرة طلع جايبنا مشان يمزح معنا، مو هيك بنتي أخوكي فظيعة. ماما ما عم بمزح بنوب. مو مزاح؟ ليش؟ ليسامحوكي هدول الناس لازم تشتغلي عندهم بلا مصاري ماشي؟ لا ما حذرت عيني، مستحيل أعمل هيك شي. شو دخل هاد بالمشكلة؟ لك شو شايفني حتى تقترح هيك شغلة ومن غير مصاري؟ مستحيل أبل أشتغل هيك شي. وين أنا وين هنن لأشتغل عندهم؟ اقترح لك شغلة تانية غير هيك. ايه طلع شوف كيف وضعني، والله مو ظابطة بحقي ابني شبهك. أنا قبلت بس بصير اللي بدي إياه. طبعا خالتي رح يصير اللي بتقولي، سمعتي؟ ما بتقلي لا على أي شي وبتنفذ اللي بقلي عليه بالحرف. بيصير اللي بدك يا خالتي. عنجد ليش عم تشتغلي انت؟ بتطبخي لك شوية رز ما بعرف كيف وبعدين بتجلي لك كم صحن، هذا شغلها؟ شو يعني بمشي هذا المحل بإصبع واحدة وبنظفه كله؟ مين مفكرة حالك؟ قليلي محاسين. ماشي تعالي بكرة الساعة 7 الصبح. 7؟ 7. شو قالت؟ قالت 7. ها؟ زمرد اختي الساعة اللي قدامك ما فيها منبه، ليكو هذا اللي عم بيرن هون. اخ خليني نام. ماما يلا قومي. اك اتركوني نام لسه شوية. ماما ليش نايمة على الكنبة مو بغرفتي؟ كان في شوب كتير بغرفتي لهيك نزلت لهون. يلا قومي اختي رح تتأخري على شغلك، خلصينا. ماما إذا ما رحتي على شغلك رح تضطري تبيعي أساورك يلي بإيديكي. لا مستحيل بيع أساوري، مستعدة موت وما بيعون، ورح أخذ بطاقاتي المصرفية من ابني ورح تشوفي شو بدي ساوي. ما حدا بيقدر يستخف بقوة زمرد كورفري أبدا. اتركوني. رجعتي نمتي ماما؟ خالتي زمرد شفتي كيف اتصرف؟ هذا هو الذكاء لك، ويلي بدي ورثه لعائلتي وولادي هو النباهة والمخ الشغال. هاي أكبر نعمة بالعالم. لو إنك ما عملتي اللي عملتيه بأمي وسكرتي له المطعم ما كنتي هون هلا. زعلت عليكي والله قد ما بكيتي. يا غبي أنا ما عم أبكي من البصل، عم أبكي على بطاقاتي. إي حقك. إجت المجنونة بلا حكي. بدي شغل ما تلتهو، اشتغل منيح أكرام. زمرد شو هالتقطيع هاد؟ كل وحدة قد راسك. على القليلة مليانة من جوا. اشتغلي بلا سرسرة، قطعيها ناعمة حتى ما تبين إنه بصل. قطعي حتى تصير ناعمة. يلا بسرعة أكتر. تك 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 هيك اشتغل هيك. ليك أمي الشي اللي عم تعمليه فينا مو مقبول بنوب. لا تتعاملي معنا هيك، صرتي مثل اللي مسك السلطة وبلش ظلم بالناس. لا تكوني ظالمة مثل ما قال روسو. شو قال؟ اربطوا ولادكم الخاينين بالحبل وبلشوا ضرب فيهم يمين وشمال، هيك قال. يا أمي شو الحكي هاد؟ يعني الزلمة ما حكى هيك أبدا. لو سمعك كان بطل يشتغل بعلم الاجتماع، ما بصير الحكي. الإنسان بيولد حر ولازم نحن نحافظ له على هالحرية، ما نقيده لك. بالآخر أنا بدي أخنقك بإيدي وأخلص منك. زمرد كأنك ما عم تشتغل منيح أنت. شو هالأساور هدول؟ ما في بشحال أنا عندي بالشغل، مثل جرس المدرسة بتصرعيني بصوتهم. اشلحي أساورك يلا اشلحيهم زمرد. وقفي عندك وما بقى تتمادي.
أساوري هدول خط أحمر، ما فيني أعيش من دونهم ولا ثانية واحدة. إذا بدك بشتغل وأنا لابستهم، وإذا ما بدك تصفي أنا رايحة على بيتي. رايحة؟ روحي وأنا رح أخبر مروان إنك هربتي من أول يوم إلك بالشغل، وإنك قطعتي كل خطوط الحمر، وهو بطاقاتك يا بيكسرها أو بكبها، ما بعرف شو بيساوي فيها. يلا روحي. العمى شو هالمصيبة؟ أول مرة بحياتي بحتار بين شغلتين لهالدرجة هاي. بس خلاص لازم أخذ قراري قد ما يكون قاسي. بطاقاتي ولا أساوري؟ بطاقاتي ولا أساوري؟ بقدر أشتري أساور بالبطاقات. خلاص بقول بطاقاتي ورح أبقى هون. تفضلوا. أساوري يا حبيبات قلبي، اشتقت لأصواتكم. شو بدي أعمل هلا؟ ما معي بطاقات مصرفية ولا أساور. من حسن حظي في أبرق هون، كل منه إيكو. ايه والله يسلم. خود. معقول ما عم شوف بسبب الجوع ولا الكتاب تحول للاتينية؟ شو اللي صار فجأة؟ ما أسكو بالغلط يا غبي، امسكه بالعكس. لحتين وعافية. شو عم تعملوا؟ قوموا يلا يلا يا كسلانين. شو هاد؟ لك هالكسلانين كيف قاعدين ولا على بالهم؟ جليتوا الجليات؟ خراس ولا كلمة ولا كبيتوا الزبالة؟ ليش ما عم بتجاوبوا؟ احكوا يلا احكوا. لا ليش ما عم تشتغلوا؟ مسحتوا الطاولات شي؟ ليش قاعدين هون وإيديكم فاضيين؟ يعني انتو خلصتوا كل شغلكم؟ إيه لا ولا شي، بس كنا يعني عم نقول بناخد استراحة. استراحة شو؟ وقت الاستراحة هلا؟ ولا هون في مكان للاستراحة؟ وقاعدين هون وعم تاكلوا يبرق كمان؟ مو ناقص غير أرجيلة والله. ديناتكم فاشلين وما بتنفعوا لشي. خدي هدول خلصيني يلا. شو ظلم هذا أمي؟ لا بترحمينا ولا بتخلي رحمة الله تنزل علينا. من الصبح جاي عم تبهدينا، أنا كيف بدي أقدر أفهم الكتاب بهيك جو؟ خالتي زمرد؟ ليكي خالتي زمرد وين هي؟ شو المكتوب هون خالتي؟ شوفي لي شو مكتوب هون؟ وين قصدك إيكو؟ هون هون شو مكتوب؟ شو مكتوب؟ مكتوب لا تحني رقبتك لأي حدا. معقول نحن مجبورين نحني رقبتنا قدام هاي الظالمة؟ خالتي زمرد انت جاهزة لتتمردي معي؟ جاهزة. ضد مين رح نتمرد؟ ضد الأمي طبعا. ضد محاسن يعني؟ ايه جاهزة دائما. لازم ننهيها لهالمهزلة. هالزلمة كتير ما عجبني ابدا. ليش يعني؟ هي اجوا القطاعية عاد حبيبتي عاد بتصير. شو هاد؟ اضراب عن العمل في هذا المكان؟ شو؟ شو هاد؟ قلوا لي شو هاد؟ امي نحن بدنا يوقف الظلم علينا هون بهذا المطعم وتعطونا كل حقوقنا. ايه نعم. اف هذا مو غطى الطاولة تبعي. ايه مبلا مزبوط هذا غطى طاولتك. انا كنت بدي اكتب على شرشف بس شو قلت لحالي بجوز ما تروح الكتابة، لهيك قلت بكتب على هاد لانه بتنظف. بدي اقتلك واخلص منك ومن عمايلك. لك الله يعدمني اياك الهي. ماما انت ليش معصبة؟ كمان لازم تتعاملي معنا بديمقراطية وتشوفي مطالبنا. خلاص ولا وعم تحكي كمان؟ ما صار لكم غير 24 ساعة عم تشتغلوا عنا، فيني افهم شو المطالب؟ اللي شو بدكم؟ هذا غير الكاسات والصحون يلي كسرتوها جوا، وكمان الاكل يلي اكلتوه لسه ما حسبناه، لازم تدفعوا حق كل هدول. الفطاير مو طيبه بنوب، مالحه شوي يعني. حتى ما استطعمت فيها منيح، لازم لسه اكل لحس شو طعمتها واعرف اذا طيبه ولا لا. لا لا شو هالحكي، نحن ما بدنا فطاير يا خالتي زمرد، بدنا تعطونا حقوقنا وبس. حقوقك قلت لي بسيطه يا اكرم، انا بعرف شو حقك بعدين نتحاسب. يعني صرت زلمه جاي تتمرجل علينا هلا وانت اختجلي كمان؟ مو عيب على طولك انت بعد اللي عملتيه فينا؟ على فكرة ما فينا نقاوم الأمن. اعملي وكتري يا زمرد، تحلم تشوفي بطاقات المصرف. لا اتصل بمروان. ما تردي يلا دايا رح لك اتصل. ليك رح تتصل. محاسن وافي وافي، انت بتعرفيني انا دائما وقف بصف القوي، انا رايحة اجلي الصحون ونشفهم فورا. على ما هيك رح تتصل بمروان، ما فيني ضل قاعدة. معقول الانسان بيتراجع عن مبادئه بهالسرعة؟ ما في قاوم ولا لحظة، كنت عادي بس شوي. لا تتفلسف وتساعدها. رجعت الاوامر العسكرية يعني؟ لسه ما شفت شي من العسكرية يفوت وساعدها بالجلي. يلا اجباري، لما الشعب بيتنازل عن حقه لازم يقبل كل شيء بيصير فيه، وبيستاهل اكثر من هيك لسه. شعب قلت لي الشغل الوحيد هو اللي بينجيك. اشتغل اشتغل. حبيبتي اكتبي عندك فاتورة المي 105 ليرات، فاتورة الكهرباء 350 ليرة. اوف. هاي واحدة تانية، هاي 305. يا حبيباتي ما اشتقتوا لي اليوم؟ فعي من المصاري اللي بحسابك بعدين منرجعهم.
ما بدنا تتراكم الفواتير علينا ها؟ لا لا ما في مجال، أنا حسابي ما بيغطي كل هاي الفواتير. شو معي؟ هذول كله منك أمي، كنا عايشين أحلى عيشة، دمرتيها. أنا اللي دمرتها؟ إذا في شخص تدمر فهو أنا بنتي. هي ما حاسة هين، خلتني اندم على الساعة يلي ولدت فيها لك، حاسة جسمي مكسر قد متعبانة. أنا لازم أخذ بطاقاتي المصرفية من أخوكي فوراً حتى أخلص من هالمرية اللي عم تعاملني مثل الشغالة، بس ما بعرف شو لازم ساوي حتى أخذهم. أختي، رغم كل الشغلات اللي حضرتك عملتيها، إذا ما حطيتي حد لتصرفات محاسن رح تضلي تحت رحمتها طول عمرك. بصراحة إذا ما عملتي لها وجع راس بالشغل وضايقتيها رح تضلي 60 سنة تشتغلي عندها، هاي على القليلة. ساوي لها وجع راس بالشغل. صحتين وعافية. على قلبك. آه ما بيمشي الحال، المديرة بتروح توصل الطلبيات وبترتب الأطباق الفاضية، ترك الصحون كمان أنا بجليها. بس ليك شو عملتي؟ الله يعطيك العافية. زحط من إيدي محاسن، ما بقى عم حس بإيدي ورجلي من التعب. شو عملتي يا هبلة؟ لك هذا الطبق ذكرى من عند أمي، ما كان عندي باقي من ريحة أمي غير هالصحن. لأمي؟ من أمي. لأمك المرحومة؟ مو باقي عندك من أمك غير هذا الصحن؟ عن جد زعلتيني عليك، حاسة فيكي قديشك متضايقة ومزعوجة، بس لو كنت محلك ما بتركك عندي بالمحل ولا دقيقة، وكنت رحت لعند ابني وقلت له إنه محاسن ختيرت وما بقى تشتغل لأنه إيديها ورجليها عم يوجعوها ولازم نقلع من المحل. العيني الله يوفقك. ما بقلعك. العيني ما رح قلعك، ما رح قلعك، فهماني عليك، بعرف إنه هذا مخطط جديد. مو مزبوط. كسري قد ما بدك. ما بدي. خدي بس. يلا كسري. ما رح قلعك، بدك تشتغلي، كسري إزاز المحل كله والواجهات كمان، وما رح قلعك زمرد لأني فهماني شو غرضك، فهماني شو بدك، ما رح قلعك، ما تحلمي بهالشي، فهماني زمرد. العيني اطلعي، والله ما بقدر اشتغل هذا الشغل، مو نافع على اي شغل. العيني ما تحلمي قلعك. ما رح تقلعيني، مو بدي قصة اكبر معناتها. شو هذا اللي لابسه يا مين؟ ليش مو حلوة البدلة؟ عندي اليوم مقابلة عمل كتير مهمة حبيبتي، رح يجوا مشان النظارة الذكية اللي عندي. قلت لي رح يجوا؟ مين ضحكان عليك هالمرة هي كمان؟ روح غير تيابك وتعال ساعدني، يلا ما فيك تشتغل بهدول التياب بيتبهدلوا. يا روحي هلأ رح تشوفي، أكيد جايين لعنا، أكيد رح يتغير وضعنا كله. جايين؟ الله يكملك بعقلك يا من، يا رب بس عطيني الصبر لأتحمل هالمجانين. يعطيكم العافية، شوربة لو سمحت. تكرم عينك، أحلى شوربة. لنشوف بقى. أحلى شوربة، صحة وهنا. خبز؟ أوف لك شو هاد؟ شو خير؟ هاي طبخة فاصولية ولا حلو فاصولية؟ طبخة فاصولية، ليش خير؟ شوفي ايه صحيح فاصولية، بس حاطة كيس سكر جواتها. شو هالحكي؟ شو هاد؟ كلها سكر. شوفي احترقت، شو حاطين فيها؟ شو عم بصير معك يا أخي؟ احكيلي شو المشكلة؟ جايب الشوربة من جهنم؟ ايش شو هالفلفل الأحمر اللي محطوط فيها؟ مستحيل يا أخي، الكل بيعرف إني ما بحط فلفل أبداً جوات شوربة العدس، مو هيك؟ معقول الفاصولية كلها ياتها سكر؟ يعني أختي معقول كذب عليكي؟ روحي دوقيها وشوفي طعمتها بنفسك. استغفر الله، الله يجعلها شوربة يا عرشوم. لحظة لشوف. معك حق يا سيد، لأنه الزبون دائماً على حق، وانتي كمان روحي لأنه معك حق. يلا انتي معك حق وأنا معي حق، انتي معك حق وأنا معي حق. وين كرشيك يا محسن؟ والله لا خلي زهرتي من عندك. زمرد شوفي، خدي 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 هاد، ما بدي تعويض منك ولا شي. يلا العيني سلام. لوين بدك تروحي؟ رايحة. لوين بدك تروحي؟ بدي حاسبك بالأول. تعي لهون. شو عم تعملي؟ خرب بيتك، شو عم تعملي محاسن؟ فك شعري. عم تهربي من الكبارة زمرد. ساعدوني. تعي لهون، وقفي مكانك زمرد، وقفي محلك، عم تنزعي لي أكلي، عم تطفشي لي الزباين. أنا بورشيتي. أنا بورشيتي. عم بتحطي حد للشوربة وحاطة. وقفوا، شو عم تعملوا؟ أنتوا أنتوا كبار واعيين، عم تعملوا محلوا. يا من روح من هون. شبك بيتك محاسن. قولي لي شو تعملي؟ بالك. خلاص روحي حبيبتي، طولي بالك. شوف شو عم تعمل. اتركني.
عم يصير لي. شو بدي اعمل؟ صباح الخير يا جماعة. يامن بيك موجود بالله؟ هذا هو. نحن بعتنا لك إيميل منشان نشوف النظارة الذكية. مزبوط، والله العظيم مزبوط. النظارة انكسرت. بعتت إيميل راحت. أبي الدمه كسرت. أولادي أنتو حبيبات قلبي، انتو اشتقت لكم كتير. انتو ما اشتقتوا لي؟ اي والله مشتاقين لي. انتي تحديدا اشتقت لك اكتر واحدة. رح ارجع عدن مرة تانية. 2, 4, 6, 8, 10 20 بالتمام والكمال. تمام، كل شي حلو، حلو كتير، كل شي حلو. منه شمع داني رجع يلمع ومنه رزي صار اتساق. شو معنى الجملة هلا؟ لك بنتي حاولي طوري مخك شوي بس. كيف شو يعني؟ منه محاسن قلعتني من محلها، ومنه أنا منعتهم إنه يصيروا أغنياء كل عمرهم. شو بيقولوا؟ بهلوانين ما بيجتمعوا على حبل واحد، وبطيختين بإيد وحدة ما بينحملوا. بنتي هاي الحارة بتتحمل عيلة غنية وحدة وهي نحنا، يعني أنا. أمي البراد فاضي على الآخر، حتى بندورة ما عنا، وما ضل غير هاي القهوة. ما منقدر نشتري شي غالي. أي غنى هاد عم تحكي عنها؟ هاي القصة محلولة. أنا بحلها بكبسة زر. هاتي تليفوني لهون. هاتي هلأ محاسن مقلعتني من محلها. هلأ ابني برجع لي البطاقات المصرفية كلها، وبنرجع مثل الأول لأيام العز. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يرجى معاودة الاتصال لاحقا وشكرا. ما عم اقدر اوصل لابني الحلاوة. طبعا صعب الواحد يوصل له، بس يعني تليفونه مسكر. شو صاير يا ترى؟ استني خليني جرب. جربي اتصلي، بلكي عامل لك بلوك لإلي. ناقصني هالنص دكة. رن تليفونه. الرقم المطلوب مغلق او خارج مسكر. يا الله. يمكن ما في تغطية، هو بيرجع بدق. اكيد رح يتصل فيني قبلك اصلا. ناوليني فنجان. كل الملاحظات وكل الافكار هون كلهم بين ايدي. خليني حط حلم محاسن بإنها تصير غنية عرف وللأبد كمان. وين أنتوا؟ وين الغنى يا حبيبتي؟ الغنى يا قلبي ما بيلبق لكم. أنا بورجيكم. أمي شو عم تساوي؟ مش أنتي شو عم تساوي؟ شو كنتي عم تعملي؟ شو بدي أعمل؟ قلت خليني أقرأ شوي. بتعرفيني الثقافة العامة عندي كتير مهمة. إيه طب هلأ شيلك مني أخوكي وينه؟ في شي خبر منه؟ لسه تليفونه مسكر. يا ربي دخيلك، وين اختفى هالولد هاد؟ بالعادة ما بيتحمل ما يحكي معي، بلش ينشغل بالي عليها. أمي شو أنتي ما بتعرفي أخي وطبعه؟ بيختفي فترة مشان يقدر يشتغل منيح، وبعدين بيجينا بأفكار جديدة. تمام بعرف إنه كان يعمل هيك بالعادة، بس الواحد على القليلة بيتصل بأمه مو هيك؟ بياخد رأيه. يعني هو إذا ما حكى معي ما بيطلع بأفكار جديدة. ما عندي مشكلة بشي، وفهمت كل شي مزبوط، بس مد الجريدة تحت الصحون من وين طلعتي لي فيها؟ وبتطقطق كل الوقت عم تأسبتينا انه نحن فقرة. يعني انا هذا المزح تبع شباب اليوم ما بفهمه ابدا، كتير كوميدي. شيلي لي هي، شيلي الجريدة وصبي لي كاسة شاي. اوف شو الحالة هيا؟ ما بقدر شيلها، بدي اياكي تواجهي الحياة اللي شفتيها مستاهلة. وغير هيك اذا توسخت الطاولة ما عندي دواء غسيل اغسله، ولا معنا مصاري نشتري. لا تعلي صوتك علي، لا تعلي صوتك. لك آه يا ريحان وينك أنتي؟ نقت أحسن وقت لحتى تروح على إزمير، بأكتر فترة كنت بحاجتها جميل. أمي حبيبتي كنتها للمخلوقة ولدت، يعني ما تروح لعندها؟ مو كل العالم مثلك، في حموات بيحبوا كناينهم كمان. بيحبوا كناينة؟ أنا ما بفهم هالكناين بنوب بيقضوها بس عم يولدوا، على أساس عم يجيبوا أمير وأميرة، على شو بقى شايفين حالهم فيهم؟ أمي الله يوفقك، خلينا نبيع بس وحدة من أساوري، رح نضل جوعانين هيك. قلت لك ألف مرة ما بدي بيعون، ليش لنضل جوعانين؟ لكن نشكر الله، جبني عنا وزيتون عنا وخبز عنا وشاي عنا وشوك عنا وسكاكين وكل شي عنا، نشكر الله. شو ناقصنا؟ زيتون. زيتون اي نعم، ما ضل غيره. ما ضل زيتون.
ليكي بنتي، بس شغلي لي مخك شوي، هذا كله جزء من خطتي للنهوض بالمخطط الاقتصادي العام. نحن عم نقتصد مو أكتر، نحن عم نخفف أكل لنصير نحاف ورشيقين كمان. بدنا نصير رشيقين مش عم نضطر نروح على النادي وندفع مصاري لحتى ننحاف. هلا أنا ناقصني نحف يعني؟ بدك من تحت شوي. الله يوفقك أمي، عم اترجاكي بنتك، عم تترجاكي هالمرة. خلينا نبيع واحدة من الأساور، الله يوفقك توبري. قلت لك ما ببيع ولا واحدة ولا حدا يقرب عولادي. ها لك أنا بزمناتي قديش فردت لك سفر معتبرة حليب العصفور كنت حط لك على السفرة يا حبيبتي. كنت بوقتها أقول لك كلي يا بنتي عبي بطنك تغذي يا روحي. لو رديتي علي بوقتها كنت سمنتي لك كم كيلو، وهلا كان لازم تنحفي هالكم كيلو. حاولي غيري شوي من علي. والله مزبوط. يا الله دخيله، هذا ابني أكيد. هالكريهة ليش عم تتصل فيني؟ إسراء يعني؟ والدة المدير زمرد كورفلي شخصياً، تفضلي شو بدك؟ مرحبا، كيف صحتك خالة زمرد؟ تسلمي وأنا كمان. مروان عندك شي؟ لا. عندك خبر وينه هلأ؟ لا ما عندي، يعني نحنا ما عنا أي معلومة عنه. شوفي شو صاير. ولي شو عملتي بابني؟ ليكي والله بشتكي عليكي للشرطة، ببعت لك كل القوى الأمنية وبخليهم يربوكي. تركي ابني بحاله وبعدي عنه بقى. خالي الوضع شوي مكركب وصاير أزمة ومشاكل بالشركة، العالم متوترة والتطبيق موقف، ومروان لازم يجي على الشركة ويحل هالموضوع. لو سمحتي إذا أجا ممكن تخبريني؟ خليه حكيني أو يجي على الشركة دغري. قلتي لي التطبيق موقف؟ في أزمة يعني؟ وليش ما بتعرفي تحكي هيك من الأول؟ ولا حيي لا تشغليني بهيك قصص، سكري هالتليفون ولا يصير نوه. يقطع عمرك شو غليظة، بتروحي بتخبري كل العالم يا رفيف. عرشنا الملك يا عمين هار، واخوكي مختفي كمان. نحن لازم نلاقي مروان. التطبيق انهار ووقف، يلي بتعرفيه ويلي ما بتعرفيه تتعرفي عليه، المهم تتصلي بكل العالم. نحن لازم نلاقي لاخوكي، لازم نلاقي ابني حبيبي. سعادة المدير وينك؟ تمام فهمت عليك، اذا عرفت اي شيء خبر رجع اتصل فيني. باي. اوف ناجية، قلتلك نحن مناح، قلتلك الف مرة نحن مناح. ولك أنا زمرد زمرد، هي جنة على الآخر يا حرام. ولك أنا بنت عمه لأبوكي شبكي. إيه أنا الغنية، عم دور على ابني مروان المدير التنفيذي. مروان مروان الغني، عندك شي خبر عنه؟ بتعرفي شي عنه؟ سمعتي شي؟ ما سمعتي شي؟ ما بتعرفي شي بنو؟ طيب تمام، مع السلامة. هي خرفت على الآخر على فكرة، الله يعينها. أمي والله أنا ما عم صدقك. هلأ خالي ناجية شو ممكن تكون تعرف عن أخي؟ بنتي في احتمال، وإذا ما في احتمال بكون ذكرت أنه نحن أغنياء. بشو بكون غلطت يعني؟ أنا بلشت عصب وأتوتر، بدي أحكي مع الشرطة، يمكن يكونوا خطفوا لابنك الشواري. أمي تقبريني اسمعيني شوي، مين وليش بدهم يخطفوا أخي؟ شو بدهم يعملوا فيه؟ إيه بس مو معقول هالشي. خلص الموضوع عندي، أنت روقي بس. ها ليكي أخي بعث لنا إيميل. شو قال فيه؟ عم يقول أنا منيح وقاعد لحاله عم يشتغل على مشروع جديد. أنا من الأول قلت لك. أخ نشكر الله، الحمد لله يا ربي. ما قال شي أمي، ما قال شي. من هون لحتى يسامحك أخي مجبورين نبيع وحدة من أساورك. مستحيل بيع ولا وحدة، ما ببيع ولا سوارة من أساوري بنوب. يا أمي اسمعيني بس، ندفع الأجار ما رح يضل معنا مصاري أبدا. إذا لقيت طريقة وبعت فيها هذا الدفتر لشي حدا، أمي شو عم تقولي؟ وقتها برجع بصير غنية كتير، بصير غنية أكتر من الأول. هذا الدفتر رح يضل معي، الدفتر رح يضل معي. أمي أنت عن شو عم تحكي بصوت واطي لحالك؟ أي دفتر؟ أي دفتر ها؟ أنا يلي عم أسألك، أي دفتر؟ هذا الدفتر بنتي، مو أنا ما معي كريدت كارت، بسجل ديوني شي يمين وشي يسار. عم قول لحالي يعني بركي باخد الدفتر وبروح لعندي اللي أخده منهم ديون. خلصنا بقى أمي، خلصنا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.